السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة أوريكم الفلاش الأول، ولسه الجمع ما تمش. الشغل هيعجبكم إن شاء الله. دوت الفلاش الأول دوت. لسه في حبات صغيرة اهيت، لسه ده كله هيكبر، لسه ما اتجمعش. لسه بنجمع، لسه في حبات صغيرة كتير هناك اهوت. الشغل بيحتاج الاهتمام بالرطوبة ودرجة الحرارة. الرطوبة ودرجة الحرارة، انت اهتمي بالرطوبة ودرجة الحرارة كويس. لو اهتمي بالرطوبة ودرجة الحرارة كويس، الشغل بتاعك هيكون مية مية. بالذات ساعة المشروم ما بيبدأ يطلع بيحتاج رطوبة جامدة، وبعد كده بتروح كده موقف المية خالص، توقف الرطوبة خالص، تنزل الرطوبة. تمام. الحباية جودتها لازم تبقى كويسة زي كده، تطلع بيضة. ده شغلك، يبين ان انت شغلك ممتاز. شغلك يبين ان انت ممتاز. اهوت حبيبي، تبقى بيضة. غير كده لو انت ما قدرتش تظبط الرطوبة ودرجة الحرارة، الشغل عندك مش هيكون تمام، هيبوظ. فحاول على قد ما تقدر تظبط درجة الحرارة بتاعتك وتظبط الرطوبة. بالنسبة لدرجة حرارة التكييف، تنزل على اخر درجة، اخر درجة تنزل عليها، لان لو نزلت درجة التكييف زي عندنا كده اهوت، جاب درجة حرارة الغرفة 17 ورطوبة 83. تمام. فالحبات المشروم طالعة ممتازة، شغل طالع حلو اهوت، جودة كويسة اهوت، حبات المشروم كويسة. ده بيعتمد على شغلك يكون صح. انت عشان تشتغل صح لازم تتعب شوية، تتعلم درجة الحرارة في التحضين وفترة التغطية وفترة الانتاج. لو ربنا كرمك ان شاء الله وتعلمت، هتعمل مشروع وتفتح بيزنس لنفسك وتشتغل. بعد كده تبدأ تسوق بقى المشروم بتاعك. هتعبي كراتين بتاعك وتوديها بقى اللي عاوز تبيعها سوق العبور، عاوز توزعها انت على الهايبرات، براحتك، على حسب ما انت هتبدأ تشتغل في مشروعك. الموضوع محتاج بس اللي انت تتعلم في الأول، يعني مش محتاج تتصرف في المشروع والبتاع، يعني لازم تتعلم. لو ما تعلمتش صح مش هتشتغل صح. فهو التعليم قبل البداية، يعني مش انا التعليم ان انا ابدأ اجيب كومبوست واشتغل وكده. لازم تعرف كل حاجة، يعني المشروم مجاله واسع شوية. تعلم تبدأ تجيب، تفهم يعني ايه كومبوست، يعني ايه تقاوي، يعني ايه تحضين، كل الحاجات دي. انت لو عرفت الحاجات دي كلها هتلاقي نفسك فترة صغيرة اتعلمت كل حاجة. وبعد كده تبدأ تعمل تجارب. لو ما عرفتش تشتغل في مزرعة او تعمل شغل، ممكن تعمل تجارب وربنا يكرمك وهتفتح بيزنس او مشروع وتشتغل فيه. طبعا الجودة بتاعت المشروم هي اللي بتخليك مميز في السوق وسعره كويس. لو انت الجودة بتاعتك تعبانة، بالذات الرطوبة ودرجات الحرارة، في حبات تبقى مشروم لونها صفرة وشكلها مش كويس. اما الحباية تكون بيضة زي كده، دي احنا اوريكم الكاميرا.
الحبة عاملة ازاي؟ بيضة ازاي؟ بص الحبة بيضة ازاي؟ شغل عامل ازاي؟ ابيض ازاي؟ ده يميزك اللي انت شغلك كويس. شوف ده يميزك اللي انت شغلك كويس. حافظ على درجة الحرارة تلاقي الإنتاج عندك يطلع كويس. دوت طبعا الفلاش الأول ولسه التاني والتالت، ربنا يسهل بقى. إيه لو قدرنا نطلع الرابع تبقى تمام، مقدرش خلاص. وأتمنى الفيديو يعجبكم، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.